تتموقع جهة فاس مكناس في قلب المغرب، وتضم عمالتين فاس ومكناس وسبعة أقاليم: مولاي يعقوب، الحاجب، إفران، صفرو بولمان، تازة وتونات. وهي غنية بتراثها وثروتها الطبيعية، زيادة على عدة مؤهلات تحفز تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. فيما يخص مجال الطاقة، تمتلك الجهة أحد أهم خزانات المياه في المغرب، وكذا مصادر الطاقة المتجددة مثل مزرعة الرياح بإقليم تازة. تتوفر الجهة على شبكة طرق متطورة، ومطار دولي، ومحطات قطار، وميناء جاف، كما تزخر برأس مال بشري كفء ومؤهل، حيث تضم 266 مؤسسة تدريب مهنية والعديد من المدارس الهندسية المتخصصة. وتعتبر الجهة أول قطب جامعي وطني يشمل 6 جامعات، بما في ذلك جامعة القرويين، أقدم جامعة في العالم لم يتوقف نشاطها. يعتمد الاقتصاد الجهوي على قطاعات واعدة تنبني على الابتكار، وتشجع الرؤية الملكية للجيل الأخضر على تقنيات فلاحية مبتكرة في ظل نظام بيئي متجدد ومحاصيل متنوعة. ويعتبر المعرض الدولي للفلاحة بمكناس مناسبة لتطوير دينامية القطاع الفلاحي وإنعاش وتسويق منتجاته. وقد جعلت الجهة البحث العلمي والابتكار في مختلف السلاسل الفلاحية رافعة قوية لتطوير القطاع، كما تستقطب منطقة أغروبوليس عدة مشاريع في قطاع الصناعات الغذائية بفضل عرضها المندمج. وصلت الجهة مسارها التصاعدي في المجال الصناعي الذي بات موجها نحو قطاعات جديدة ذات نمو قوي وقيمة مضافة عالية. وتعد الجهة قطبا جذابا لمعدات السيارات والنقل السككي من خلال منصات الاستقبال التنافسية ووفرة اليد العاملة المؤهلة وإطار محفز، كما تجذب استثمارات متعددة في قطاع ترحيل الخدمات بفضل عرض عقاري جذاب وفقا للمعايير الدولية. فاس مكناس القلب التاريخي للمملكة بتراثها المادي واللامادي الثري الذي يجذب السياح من جميع أنحاء العالم. وتتمتع الجهة بالخبرة العريقة في الصناعة التقليدية، حيث تحتل المرتبة الثالثة من حيث الصادرات. تعتبر الجهة قطباً فنياً بامتياز، حيث تستضيف عدة فعاليات ذات شهرة وطنية ودولية. وتتمتع بمنتوج سياحي متنوع، وتوفر العديد من أنشطة الترفيه والاسترخاء مع مؤهلات طبيعية ومنتجات محلية متنوعة. المركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس هو شريككم المميز، حيث يعمل كمحفز جهوي لتنمية وتطوير الاستثمار على مستوى الجهة. سواء كنتم مستثمرين أو حاملي المشاريع، ندعوكم لاكتشاف جهة غنية بالفرص الاستثمارية في ميادين ذات قيمة مضافة عالية.